تفضلي. الو، مساء الخير. مساء الخير، تفضلي فن. انا بس كنت عايزه اسال النائب الاستاذ الهاني، هو قال دلوقتي ان هو كان في هولندا وكان بيشتغل هناك. انا كنت عايزه اعرف بس، لا نعلي صوتنا، نعلي صوتك يا استاذه تهاني شويه. هو كان في هولندا وبيشتغل هناك وعمل فلوس، وهو قال كده. ولما عمل فلوس واخد الجنسيه اتنازل عنها ليه؟ انا بساله فعلا، لانه في معلومات، في ناس بتقول دلوقتي على تويتر وعلى الفيسبوك بتكتب بتقول ان هو اخد الجنسيه الهنديه واتنازل عنها وزور اوراق عشان يخش مجلس الشعب. هو عمل كده ليه؟ مظبوط. حضرتك تيجي تقعدي معايا واقول لك، لان عشان اقول لك انا اتنازلت عن الجنسيه عشان مجلس الشعب ليه؟ لان مجلس الشعب ده بالنسبه لي، او العمل العام بالنسبه لي، كان حلم بحلم بيه. انا سافرت هولندا اصلا عشان اترشح في مجلس الشعب. طبعا الكلام ده مش هتصدقيه لا انت ولا اي حد يسمعه، لكن دي الحقيقه. وسافرت لان كان النائب اللي عندي في الدايره اللي انا هبقى اترشح قباله كان عايش في المانيا، وقد تخيلت ان اللي بروح المانيا دي ما كنتش رايح هولندا، كنت رايح المانيا. حلم حياتي العمل العام، وكنت رئيس اتحاد طلبه، ومن والمرض السياسه ده دخل في جسمي من وانا طالب، لان ده مرض العمل في السياسه، ربنا يشفيكي منه. خدت بالك؟ انا مريض. انا عندي نواب زملاء لك وبيصححوا، بيقول ان انت اسقطت عضويتك بسبب ازدواج الجنسيه. لا ما اسقطتش، وما تدعيش الوطنيه ولا تدعي. لا لا ما اسقطت، المطبطه موجوده ومجلس الشعب موجود، واللي كان موقفه مشرف هو حمد الطحان. لا اسقطت ولا قدمت استقالتي، ومحمد انور السادات موجود وتقدر تتصل بيه وتقول له الواقع. طيب خلينا نسمع، خلينا نسمع المتصل. يا استاذه تهاني اتفضلي. تاني عايزه اعرف، انا نزلت 25 يناير ونزلت 30 يونيو، وفي الحقيقه انا ما كنتش متخيله انه يعني هو للاسف زي ما 25 يناير جابت لنا البلوى السوداء اللي اسمها الاخوان، 30 يونيو جابت لنا الحزب الوطني يقعدوا يشتموا على 25 يناير ويطلعوا في التلفزيونات يشتموا على الثوره ويقولوا بدء الرئيس اللي حكم عليه امبارح انه الرئيس المخلوع الحرامي يتقال عليه النهارده الرئيس حسني مبارك. عادي كده، ما كنتش متخيله ممكن اسمع كده في التلفزيون. الثوره اللي شالت نظام، ربنا يخليه ويديله الصحه. عيب، المفروض نسيبك تتكلمي وانت ست بتغلطي في راجل حكم اهو. موتنا وموتنا الرئيس، ما هو رئيسنا برضه، ما هوش هي برضه وبيت عيلتها. وتشتم ليه؟ انا ما اشتمش مرسي اللي هم مصر وسرق مصر. ما اشتمش، انا ما اشتمش مرسي. لا لا لا، ما اشتمش. ما انا محترمين، ما انا محترمين. طيب استاذه تهاني، استاذه تهاني ممكن نوجه؟ خلينا بس يا جماعه، خلينا بس. كلمه المخلوع دي شتيمه. انت اما تهاجم مبارك استاذ، انت اما تهاجم مبارك. هي المخلوع دي شتيمه؟ والله انا ما اتاذى من مبارك انه حرامي ومن النظام. حكم القضاء، انت مش مصدق حكم القضاء؟ القضاء قال ان هو حرامي، شاكك بقى في حكم القضاء. دستورك اللي انت حلفت عليه بيقول 25 يناير و30 يونيو ثوره غصب عنك وعن اي وعن اي حد. النواب الحقيقي بقى ولا هي ثوره ولا هي نيله، ده الدباغه. يبقى انت يبقى نازل بقى على غصب عننا اي حد. انت حلفت على الدستور، ما تقولش غصب عننا اي حد بقى. هو بار ولعبه في العيال، ايه الكلام الفاضي ده؟ هو ده الكلام اللي انت حلفت عليه ده؟ الدستور اللي انت حلفت عليه ده المفروض اي متغصب عننا اي حد. بس على اعصابك بس بالراحه، اهدى بس شويه يا جماعه. يا جماعه بس، استاذه تهاني لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا استاذه تهاني، انا بختلف آخر كلمة؟ مع انا بختلف مع نظام القصر. خليني بس لو سمحت، لو سمحت آخر كلمة. آخر لو سمحت خليني اضع بس انا مش عايز لا توجيه شتائم ولا توجيه اهانات. يعني انا كنت من الناس اللي قعدوا في الميدان 18 يوم، ما بقول بقول الرئيس القصر. انت عندك هتقول الرئيس المخلوق، مفيش مشكله، بس دعينا لا نوجه، دعينا ما نوجهش شتائم لحد. مش هوجه شتائم، هسأل سؤال واحد بس. اتفضلي. النهارده هو حلف يمين على الدستور اللي نزل استفتى عليه الشعب المصري كله. الدستور ده اتقال 25 يناير دي ثوره. الرئيس السيسي قال انا رئيس عن 25 يناير و30 يونيو. يا اما هو مش معترف بالدستور اللي نزل الناس كلها صوتت عليه وان الرئيس السيسي قال كده، يا اما هو معترف او مش معترف. يقول ده الرئيس السيسي برضه قال ان الدستور اتعمل بحسن نيه يا انسه. طيب ولا يا مدام؟ اتعمل بحسن نيه يا جماعه. احنا يعني يا اخوانا،
يعني ايه؟ يا الهامي بيه، يا سيادة النائب الهامي، خلينا نخلي بس حضرتك، انا شايف ان حضرتك بتحط تحت ضغط عصبي. لا انا مش محطوط، انا ريلاكس قوي. طيب استاذنك، استاذن حضرتك بس، خلينا نقول، ان احنا موافقين ان في شباب طاهر قام بثور. حصل تمام. وان احنا، وانا كنت ضابط وسط زمايلي، ومش شباب اللي بس اللي، لا وكمان وعلى فكره وعلى فكره بقى اللي انا ما قلتوش لحضرتك، ان انا كنت ضابط في مباحث السجون المصريه اللي حصل عليها هجوم، فانا كمان اتاذيت. عميد سجلات بالظبط، كسيد بيه جلال الراجل المحترم كان رئيس مباحث سجن القطه بعد ما استشهد اللي هو البطران، والعميد سيد جلال خد طلقه في رجله، ورحت انا رئيس مباحث سجن القطه نفس السجن، وكانوا بيتهموا بيه الشرطه المصريه اللي هي قتلته عشان انه بيهرب، والقصه الخايبه دي. انا معاكم جدا جدا، ولكن عايزين نقول حاجه واحده بس، ان احنا نفصل ما بين الثوره الطاهره من الشباب الطيب الطاهر، وبين المؤامره والاخوان والناس اللي حاولوا يركبوا الثوره دي عشان يحصل فينا اللي احنا فيه دلوقتي كشعب مصري. انا شايف ناس بتهاجم، وانا متاكد يا سياده النائب، 25 يناير قامت على كان فعلا في فساد، على فساد، كلنا موافقين، والله كلنا موافقين، وما بقول انا ما بغلطش ده، ومش ضد ده، وانا مش عايز حضرتك تبقى الماده الفعاله في الحلقه ديت علشان نعمل قطب. يا فندم خالف. انا واحد من اللي انضره من خلال النظام السابق، اما بقى انا اتنازلت عن الجنسيه عشان ادخل مجلس الشعب، مش عشان اسرق مصري، هان مش عشان اسرق حاجه من مصر. انا لعيب الكوره، بيلعب كوره دي الاول. لا انت هتحاكميه عشان راجل عنده 40 سنه وبحب لعب الكوره؟ التنازل راجل مزاجي كده يا باشا. التنازل عن الجنسيه المصريه ده اللي زعل، انما التنازل عن اي جنسيه اجنبيه ده حاجه ما تزعلش حد، علما بان الدستور اللي انا اقسمت عليه النهارده جه وجاب لي حقي وقال انت ما كانش المفروض تتنازل عن الجنسيه، ورجع حقي الجنسيه. انا عايزك بس والله لو لقيت تعليقات النواب عند تعليقات الناس انه ده اسوأ نموذج للنواب، ما تخليش الناس توصل لكده. والله حقبة، والله اكتر من لا والله حقبة. طب وليه بس؟ حقبة، ما هو كلهم عارف، لو ما هو راجل ناس، ما هو قاعد اهو، اللي فشلوا الراجل وقاعد، من اللي فشلوا وما حققوش مكاسب من ورا 25 يناير. طب ايه ده شويه 30 6؟ شوف يا استاذ وائل، حتى انت مش مديني مجال ان انا اتكلم. قول فاصل 30 6 قامت عليا ولا على 25 يناير؟ منتهي الامر على الاخوان، منتهى الامر. توقف بقى، نقطه بقى، انا مع 30 طيب. 6 اللي قامت نقطه بقى، وهنجي لك بعد تلت ساعه. تلت ساعه هنجي لك، ماشي؟ جي لي بعد ساعه، ريح بقى شويه بس كده. 25 30 طيب. 6 قامت على الفشله. طيب. 25 خد التلت ساعه بقى كده، غنيها يلا، كمل استاذنك، كمل خلاص بقى. لا لا لا.